بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم عن choosing player features، وديت أول نقطة من السيريز بتاعت البلاير يا جماعة. طيب احنا نبتدي نظهر البلاير من فين؟ خلونا نروح على الستوري فيو يا جماعة ونضغطوا على بلاير ديت. هيطلع لنا الويزارد بتاع البلاير بروبرتيز بتاعنا. الفكرة بمنتهى البساطة يا جماعة، البانل اللي ظهر من يدايات مقسوم لثلاث أجزاء. الجزء اللي فوق ده فيه شوية في المنيو اللي فيها شوية الكنترولز اللي أنا هحاول أتحكم في البلاير من خلالها. الجانب اللي على اليمين في البريفيو زي لايف بريفيو، معاينة حية اللي أنت بتحاول تغيره في الأوبشنز دي بيحاول يتطبق بشكل اللايف، بدل ما أنت تبتدي تعمل أوكي وتعمل بريفيو أوكي وبريفيو، لا، اللي أنت بتحاول تطبقه بيبتدي يظهر في اللايف بريفيو ديت، تمام. وعلى البار اللي على الشمال دولت شويه الفيتشرز والخصائص والمنيو والريسورسز والجلوسري والكلام ده اللي انت بتحاول تمنتج وتغير على البلاير اللي بيطبق بشكل مباشر على اللايف بريفيو ديت، تمام يا جماعه. اوكي، كلامنا النهارده عن اول واحده خالص خاصه باللاي اوت اللي هي الفيتشر يا جماعه. طيب اوكي، اول نقطه تشوزنج بلاير تابس. يعني ايه تاب يا جماعه؟ التاب اللي هي بمثابه الالسنه، ده بنقول عليه تاب، المنيو بنقول عليها تاب، الريسورسز ديت بنقول عليها تاب، كل دولت اسمهم عباره عن التابس. فديت يا جماعه اسمه البلاير تابس. هو مفسرهم لي بيقول لي تاب او توب بار ليفت، مقسمهم لي بقى، هو مقسم لي قصه ثلاث حاجات، توب بار ليفت من فوق من على الناحيه الشمال، وتوب بار رايت من فوق بس من على الناحيه اليمين، والسايد بار على الجنب اليمين. يعني دايات السايد بار، دايات توب بار ليفت، ودايات توب بار رايت، تمام يا جماعه. اوكي، ايه يعني التوب بار رايت؟ موجود فيه بتاع البانل اللي اسمها ريسورسز، بدليل ادي الريسورسز ده موجود على الناحيه اليمين. لو انا مش عايزها جاست هبتدي اقط ان تشيك، هلاقي ان الريسورس اتشالت، كليك عليها هلاقيها ايه ظهرت وهكذا، تمام. الفيتشرز الاساسيين دولت يا جماعه، التابز الاساسيين دولت انا ما بقدرش اعمل ريموف ليهم، اللي هم ريسورسز والمنيو اللي هي القائمه اللي على الشمال ديت اهو، يعني هي موجوده في السايد بار، لو انا شلتها مش هلاقي السايد بار خالص اهو، تمام يا جماعه. الجلوسري اهو مش محطوط، لو انا ضغطت عليه هيبتدي يظهر لي هو موجود دلوقتي فين، هو موجود في السايد بار ديت، كل الفكره. طيب لو انا ابتديت اشيله خلاص هو مش موجود، اللي انت بتبتدي تعمل تشيك عليه بيبتدي يظهر النوتس، جاست كليك عليها تبتدي تظهر لك النوتس بتاعك، لو شلتها طبعا مش هتبتدي تظهر لك. دول اسمهم يا جماعه التابس، هم مجموعه من التابس البلت ان جوه مكتبه البرنامج او جوه السوفت وير بتاع البرنامج. الخمس تابس دول اللي هم النوتس والجلوسري والمنيو والريسورسز، الاربعه دولت يا جماعه بيلت ان، ما تقدرش تعمل اديت عليهم، ما تقدرش تعمل لهم ريموف، لكن انت ممكن تبتدي تعمل اضافه لتابز جديده خاصين بيك وتعملهم اديتنج زي ما انت عايز، لكن دولت يا جماعه الفيتشرز الاساسيين اللي موجودين جوه مكتبه البرنامج، تمام. اوكي جميل، انا ممكن اعمل لهم ارينجينج، شور طبعا ما فيش مشاكل. خلينا نضرب نظهر المنيو ونظهر مثلا الجلوسري معاها ونظهر النوتس. طيب انا كده معايا اهو المنيو، وادي الجلوسري، وادي النوتس، الثلاثه دولت يا جماعه موجودين فين؟ في السايد بار. لو انا مسكت المنيو ورحت طلعتها لفوق، المنيو كده بقت موجوده فين يا جماعه؟ طلعت بره السايد بار، ها، وبقت موجوده فين؟ بقت موجوده في التوب رايت بار، بدليل اهو على الناحيه اليمين بقت المنيو بتاعي موجوده وهي فلوت عايمه، تضغط عليها تبتدي تظهر لك الكونتنت بتاعها. ديت الفكره بتاعت ري ارينجنج، انت بمنتهى البساطه ممكن جاست انت مش عايزها على التوب، انت عايزها على التوب ليفت، خلاص ماشي، اوقف على المنيو وعليها كمان فوق، كمان لسه كمان فوق، كده بقت فين؟ كده بقت موجوده في التوب ليفت اهو، جاست كليك عليها تبتدي تستخبى وكليك عليها تبتدي تظهر مره ثانيه، هي كده موجوده في التوب ليفت. ايا يكن معاك الاروز بتوعك ممكن تبتدي تعمل لهم تطلعها لفوق او تنزلها لتحت زي ما انت عايز. دهيت الفكره بتاعت ري ارينجنج، ترتيبهم از يو سو زي ما انت عايز. النقطه الثانيه ادين كاستم تاب، والثالثه لو انا عايز اضيف سبيشال تاب خاص بيا جاست، ماشي، انا عايز، انت عايز تضيفها فين؟ خليها على التوب ليفت في الناحيه ديت يا جماعه. جاست هبتدي اضغط على الاد ديت واقول له طيب اسم التاب اللي انت عايز تضيفه، ولنفرض يا جماعه انا هخليه مثلا انستراكشنز، ده كان خاص بالتعليمات، ونفرض انا عارف ان انا عندي غلط فيها، انا اسف. الله انا حاطه لك فين؟ اختار الاماكن بتاعها خليها على التوب رايت. طب انت عايز الاكشن بتاعه مين؟ انت عايزه يحصل فيه ايه بالظبط؟ ولنفرض مثلا جامب تو سلايد، انو سلايد، سلايد معين انت واقف فيها لما يوزر يكليك عليه، بس جاست. فانت ضفت
طب خاص بيك اسمه انستراكشنز، تمام؟ مش معاه ده طبعا، انت ممكن تعمله اديتنج، اهو دوت نت اكتف، ممكن تعمله اديت زي ما انت عايز، او ممكن تعمله ريموف خالص من النهايه، كما ان انت ممكن تعمله طبعا ارينجنج، تحطه في المكان اللي حضرتك عايزه. والتاب ده بيفضل دايما موجود معاك يا جماعه، زي ما احنا متفقين ان البلاير ده يا جماعه هو هو الشكل العام للبرمجيه بتاعي او للمحتوى بتاعنا انا بنحاول نحطه. فالتظبيط في البلاير ده يا جماعه بيفضل كونستنت، بيبقى ثابت معايا من اول تشغيل البرمجيه، او من اول تشغيل ملف الاكس اي، او من اول تشغيل البرنامج ده لغايه النهايه خالص، لغايه ما يوصل لغايه باكس، تمام يا جماعه؟ فديت الفكره بتاعت انت بتحاول تختار اللي انت عايزه وفق التصور بتاعك. رايت اوكي. الجانب التاني كان خاص بالايديتنج، الكاستم تاب ديت نقطه اتكلمنا عنها، ان احنا ممكن نعمله ايديتنج او ممكن نعمله كمان ريموف، ريموفينج ديت الفكره بتاعت ريموف. رايت اوكي. ادينج الكورس تايتل، الفكره بتاعت كورس تايتل يا جماعه، الفكره بتاعت الان تايتل اللي فوق ديت، انت لو عايز تظهر عنوان للكورس بتاعي، ونفرض مثلا هنقول بشكل عام هاو تو ديزاين a website. تمام يا جماعه، ده التايتل بتاعي، فالناس اخدت بالها ان التايتل هو بيظهر معايا دايما من فوق وبيفضل دايما موجود لو انت اخترت ان الفيتشر ديت تبقى موجوده. سي ان تشيك ليه راح ما راح تظهر معايا، لكن سي التايتل بتاعك راح يفضل معاك في كل السلايدز يا جماعه، تمام؟ الاسم الكورس بتاعك ديت عباره عن ايه؟ طبعا ناقصني علامه استفهام. ديت الفكره بتاعت انت عايز التايتل، العنوان بتاع البرمجه ديت يكون موجود او لا. طيب ماشي، السلايد بار الجنب على اليمين انت عايزه على الشمال ولا على اليمين؟ ده طبعا سبورتد ليه؟ على حسب التصميم بتاعك، انت شغال في برمجيه بشكل عام بالعربيه، فانت بريفير ان يبقى البانل بتاعك على الناحيه اليمين. طبعا لو شغال ان انجلش الموضوع يبقى معكوس، طبعا انت بتختار ده مكان وجود السايد بار، طبعا السايد بار في الجلوساري والنوتس، انا ممكن اغير الجلوساري احطيها في اي مكان زي ما انا عايز، انا فهمت القصه بتاعت الرينجنج ديت، تمام يا جماعه؟ اوكي. الجانب الثاني كان الكنترولز، كاستمايز للبلاير كنترولز، ايه الكنترولز دوت؟ الفوليوم يا جماعه، الايكون بتاعت الصوت ديت يا جماعه، لو انت مش عايزها جاست ان تشيك عليها. السيرش يا جماعه، السيرش دوت علشان تظهر البار بتاع السيرش دوت لازم يكون في منيو يا جماعه، فلو انا اضغط على المنيو هلاقي ان البار بتاع السيرش دوت هو اللي ممكن من خلاله ابتدي اسرش وادور على اي شيء انسايت داخل البرمجيه بتاعي. ديت الفكره بتاعت السيرش. الجانب اللي كان خاص بال السيك بار، السيك بار ده اللي هو الشريط الخاص زي بالظبط وانت بتشغل الميديا بلاير، بيكون موجود معاك خطوات تشغيلك وانت ماشي، يعني انت عايز تعمل كنترول، عايز تقدم كده. عندي في فيتشر، عندي في خاصيتين اتنين، انت عايز اليوزر يبتدي يعمل له دراج ودروب زي ما هو عايز بحيث ان هو يقدم او ياخر، ولا ريد اونلي بس انت بتحاول تفهمه ان انت ماسك فرنج معين واللي هي هتاخد 5 ثواني، او خد بالك انت جربت تخلص، ده ابيليتي خاصه بيك او حضرتك ممكن تبرمجها زي ما انت عايز. اللوجو طبعا، اللوجو مكانه بيكون، لو انا ضغطت كليك وحاولت مثلا نختار سيمبل بيتشر من ضمن البيتشرز يا شباب، اللوجو طبعا مكانه بيكون موجود فوق على في اعلى جزئيه خاصه بالسايد بار، لو انا كنت مختار السايد بار بتاعي اون ليفت هلاقي ان ديت اللوجو، واللوجو ده طبعا بيكون ثابت دايما في البرمجيه بتاعك. طبعا قبل بعد ما تخلص تبتدي تضغط على سيف اور بتفنش الامر اوكي. طبعا من الكرنت مين ممكن تعمل سيف، ممكن تعمل اوبن بيلت ان اور، مثلا لو انت كنت عايز تبني بنايه مثلا سيف، وعندي سيف از لو انا كنت عايز احفظه بشكل سبيشال خاص بيا، امبورت اور اكسبورت للتابز خاصين او للفيتشرز للبلايرز جايبهم من بره، اور ريسيت لو عايز ارجع كل شيء للوضع الافتراضي، فانا طبعا ابتدي اقول له مثلا سيف وابتدي اعمل اوكي، هلاقي ان كل الكلام اللي انا عملته ده راح يتطبق. وجاست لو انا طبعا انا ما عنديش كونتنت، لو انا عملت بريفيو لذيس سلايد هلاقي ان الكنترولز اللي انا كنت بتكلم فيهم كلهم اتحطوا في قلب التاب بتاعي. ده بخصوص حلقه اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.